العشرة الفاطمية الثانية التي جماد الثاني أهم من هذه العشرة. الروايات الواردة المعتبرة، مو كل رواية، كل مصدر كتب عن الزهراء وكتب وفاة الزهراء يؤخذ بها، ما نقول أنه في بأس، ما يخالف تأخذ بها، لكن كاعتقاداً التزاماً ما تأخذ من أي كتاب. صح هو تاريخ، لكن التاريخ ما يثبت من أي كتاب، كتاب معتبر. تجد بعض الإخوان بارك الله فيهم صفلك روايات وفاة الزهراء، زين سلام الله عليه، صاف لك الروايات من أهل العامة ومن أهل الخاصة. القول الأول في 100 مصدر، القول الثاني في 200 مصدر، القول الثالث في 500 مصدر. زين، أن الزهراء توفيت في شهر رمضان، هل قد مصدر؟ أن الزهراء توفيت في محرم، هل قد مصدر؟ خربطين لك، يعني هي الواحد يقول أنا إذا ما يفتهم يقدر يفرق، يعني يقول أنا ما إحنا قبل وفاة الزهراء مثل طول العام، واحد يقول في شهر رمضان، هل قد مصدر؟ واحد يقول في كذا، هل قد مصدر؟ واحد شلون يعني؟ مو كل مصدر. ثانيا انت لما تقول مصدر شفتونها على شكل يعني ترى يعني تقول يعني مو كتيبات وانما وريقات مطويات، يسمونها مطويات، مطويه ايام الفاطميه. فيجي واحد يقول احنا متى وفاة الزهرة؟ ضاعت الحسبة، لا يقول شهر رمضان، لا يقول كذا، صار مطلب واضح ان شاء الله. انت لما تجي تقول 100 مصدر، اذا هذا المصدر الاصلي واحد ونقل عنه 99، هل يصير 200 مصدر ولا يصير مصدر واحد؟ شلون هذا؟ يعني مثلا أصل الرواية مثلا يرويها مثلا سليم بن قيس الهلالي، هاي رواية 40 أنها عاشت بعد أبيها 40 يوم، زين سليم بن قيس الهلالي أو سليم بن قيس الهلالي، هذه إذا رواه من عمر 10 20 30 يصير 30 مصدر. شلون يعني؟ ما دام هم ناقل عن مصدر واحد، شلون يصيروا 30 مصدر؟ الذي قال مثلا بوفاة الزهراء في شهر رمضان مصدر واحد، وجو ناس من عقبة وتابعوه، هاي شنو يصير مصادر؟ هم اعتمدوا على مصدر واحد، شلون انت تحسب هذا مصدر في قبال ذاك المصدر؟ يصير مصدر واحد. مصدر واحد، لأنهم كلهم يرجعون إلى واحد. أعمد لنا أجي أنقل لكم كلام، وأنتم تطلعون من المسجد تنقلونه إلى واحد، كلكم تنقلون عني، نقول هذا أنا عندي هذا الخبر جاء منا من 100 مصدر، مصدر واحد، لأن كلهم هذا إذا كان النقل بشكل مخروطي، إذا كان بشكل مخروطي يصير مذكور عنه. إلا في رأس الهرم، إلا في رأس الهرم، إذا كان بشكل مخروطي المنقول عن إلا في رأس الهرم يصير، ما تعتبر هذا كذا مصادر؟ 500 مصدر صار لك، 100 مصدر كذا، في مطويات موجودة كذا يداولونها الناس. هذه أصلا تضييع لوفاة الزهراء صلى الله عليه وسلم. هي مشكلة. معاوية بن أبي سفيان عليه ما عليه، وأخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. زين، وقال لهم كتبوا مثل أبو هريرة، كتب مثل فلان وفلان، كتبوا من عندكم أشياء وانسبوها إلى الدين. هل تظن أن معاوية
سفيان ترك قضية الزهراء، تظن أنهم ما حرفوا فيها؟ لأن قضية الزهراء مرتبطة بالاثنين، أي مهمة، وإذا طاح الاثنان سقط الجبل بعد بما حمل. فإذا وش نسوي؟ لازم يوجد تحريفات عشان ضيع بعد في شهر رمضان، قال انت تقول في كذا عشان تضيع قضيه الزهراء سلام الله عليها. شنو ضيع قضيه الزهراء؟ باكثار الحديث والهرج والمرج حولها، فيقول لك هاي روايه ضعيفه، هاي روايه كذا، بعدين لا تضيع. فهل تظن ان معاويه ما حرف في قضيه الزهراء؟ ترى ما وصلنا قليل من مصام الزهراء، إلا صار أكثر ما نقل إلينا. لا تقول لطمة الخال، هذا قليل إلا نقل، إلا صار أكثر، أعتقد أنه أكثر بس ما نقله إلينا، لأنه بعد الزهراء سلام الله عليها، يعني في زمن الأول، في زمن الثاني وش قال؟ قال لا تنقلوا الاحاديث الا ينقل حديث عن رسول الله يقتل، يضرب، يسجن. شلون؟ قال حسبنا كتاب الله. ها بس ما في بعد غير كتاب الله. شوف هذا حسبنا كتاب الله، هذا مثل ما نقول هذا المنهج حسبنا كتاب الله من زمان الثاني. استمر إلى زمان متأخر، حسبنا كتاب الله بس، ما بيطبع فلان قال فلان. شلون؟ وين موقع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما يقبلوا منه، قال لا تنقلوا الأحاديث. فلذلك هو حضر نقل الأحاديث في زمانه، وعليه عقاب. شلون؟ فقامت الناس ما تكتب إلا تحفظها، بس ما تقدر تنقله، ما تقدر تنقله. فقضية الزهراء سلام الله عليها كانت اعتقد انها اكبر من ذلك، ما نقل الينا الا القديم، مثل كتاب سليم بن قيس الهلالي اللي ينقل مسألة ضرب الزهراء، وسليم بن قيس الهلالي في كتاب يكون مطبوع 3 مجلدات وطبع له في مجلد واحد، هو اللي ينقل ضرب الزهراء صلى الله عليه وسلم. والظاهر انه هو بعد ينقلها عن اخرين، لانه ما شهد الحادثه. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ فكان هو يستفهم من سلمان، سلمان شلون كذا شلون، ما كان حاضر في الواقع، لكن نقلها مباشره عن من راها سليم بن قيس الهلالي. كتاب سليم بن قيس الهلالي من الكتب المعتمدة عند الشيعة. هذا الكتاب روى فيه يمكن 40 حديثا، بس كل حديث مش طولة. كتاب سليم بن قيس الهلالي عرض على الإمام زين العابدين سلام الله عليه، فقال كل ما فيه صحيح معتمد. هاي كتاب سليم. هذا الكتاب ينقل حادثة الزهراء وأنها عاشت بعد أبيها 40 يوما. أي سليم بن قيس، وهذا الكتاب قلت لك معتبر، ووصلنا بطرق معتبرة، يعني رواية صحيحة السند. هذا يقول عاشت بعد أبيها 40 يوما. لما تقول 40 يوماً هذه يسمونها رواية 40، يعني توفيت في 8 من شهر ربيع الثاني أو 9 أو 10 إذا تحسبها. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية، الطائفة الثانية، أنها عاشت بعد أبيها 75 يوماً. هذه موجودة روايات صحيحة السند، حسنة السند، حسنة حبيب السجستاني،
أنها عاشت مع أبيها 75 يوما. لما تحسبها 75 يوما شيخنا سيستاني سجستاني سجستان مو سيستان سجستاني 75 اي 75 هذه الرواية وفي رواية أيضا صحيحة السند وثلاث روايات مرسلة رواية مزارع ومراسيم لكن تنص على أنه 75 يوما عاشت. لما تحسب من 28 صفر إلى 75 يوم يعني يصير وفاتها 13 جماد الأولى أو 14 أو 15 أي ثلاث ليالي ليالي وفاة بل أكثر بعد تقريبا ليلة 15 أكثر احتمال من ليلة 13 لأن أنت تحسب الشهر ناقص وتحسبه تام الشهر تام 30 يوم الشهر الناقص تام 29 يوم عدها تركتون البيت عدوها ولكن قلع وعدوا شهر تام صفر حسبوا تام وتارة ناقص شهر ربيع الأول تام وناقص وجنوا على المحتملات واحسبوها على المحتملات السنة الاصطلاحية شنو السنة الاصطلاحية يحسبون أول شهر 30 ثاني شهر 29 ثالث شهر 30 رابع شهر 29 شهر وشهر يحسبونها تطلع 15 جمادة الأولى أو 14 أكثر احتمال من ليلة 13 يعني في المحرم ما يقرون هنا ليلة 13 صارت 10 الفاطمية ولا أول ما يقرون ليلة 13 جمادة الأولى زين ليلة 14 وين واحد انلغت من الجدول ليلة 15 وين انلغت هي ليالي الوفاة 13 14 15 ينبغي إحياؤها ناس يقولون العشرة آخرها ليلة 13 ليلة 14 15 ما يقولون هذا مو صحيح اخذوها على على والله أحسن ليلة 14 15 هاي ليالي الوفاة ليلة 13 ليلة 14 ليلة 15 هاي ليالي على الأقل الإنسان إذا ما بيحييها بالحزن على الزهراء والقراءة عليها لا يفرح فيها ويسوي معاريس الحنة ومدنوين والزفاف وحاطط الشريط وكذا ليلة 14 ما يصير أي ليالي الوفاة على الأقل الإنسان إذا ما بيحييها بالحزن والقراءة على الزهراء سلام الله عليها على الأقل لا يفرح فيها هاي نافوية قداسة الزهراء سلام الله هاي واحد هاي يسمونها رواية 75 وعندنا رواية 95 هذه رواية أصح من تلك الروايات السابقة وهي الرواية التي رواها ابن جرير الطبري في دلائل الإمامة في دلائل الإمامة كتاب زين تقتنوه كتاب دلائل الإمامة لابن جرير الطبري كتاب واحد روايات معتبرة يرويها عن الإمام الهادي سلام الله عليه بسند معتبر أنها ولدت في اليوم 20 من جماد الآخرة وتوفيت في اليوم 3 من جماد الآخرة نص فيها وقد عاشت بعد أبيها 95 يوما احسبها 95 تصير 3 جماد الأولى نص فيها ثلاثة جماد هذه آخرة جماد الآخرة زين شلون احنا قلنا ديك الروايات لان ديك الروايات يحتمل فيها تصحيف شلون تصحيف يعني الناس حتى ما يكتب الكتاب يبقى يكتب 95 كتب 75 شو الفرق بين 90 و70 التالي 70 هاي تنسى لو ما تنسى ساعة التالي كاتبينها في الليل عيونه شلون بتغمض الله يروح عليه بعد
فيحتمل فيها التصحيح تلك الروايات. هذه الرواية ما يحتمل فيها التصحيح رواية 95 لأن فيها نص في اليوم الثالث من جماد الآخر، أي نص فيها ما تحتمل التصحيح، بينما تلك الرواية يحتمل أنها مو 75 95 بس إن الصح كتبوها 70 محتمل. فتصير الرواية الفاطمية الثانية بعد أقوى من الفاطمية شنو؟ الأولى. على الأقل الإنسان إذا ما بيحييها يحييها طبعا بالقراءة كذا وعدم الفرح فيها. نعم. لا رواية الأربعين ما يحتمل فيها. ما يحتمل فيها. شلون إنزين؟ شلون يعني نتعامل إياها؟ أما في قوم يمكننا في قوم كانوا يحيونها رواية الأربعين، رواية الخمسة والسبعين، رواية الخمسة والتسعين ثلاثة. لأن هذه ما تحتمل التصحيح صحيح. حتى لو نحن احتملنا التصحيح ما أمكن أن نرجع، لكن نقول لا نحييها في جماد الأولى ونحييها بعد في جماد شنو الآخرة، ونحييها أيضا في ربيع الثاني، أي ثلاثة موارد معتبرة. أما باقي الموارد هذه مو معتبرة. صحيح إن في أحد مراجع بغى يخلي رواية واحدة وتركها. وجراء الزهراء. موجود هذه قصة أنا قريتها اليوم. قالت راء الزهراء وش تقول لهم كانوا الناس؟ وش تقول؟ حاول أن يرجع الروايات كلها إلى رواية واحدة، فرأى الزهراء سلام الله عليها معترضة عليه. شنو؟ وش أقول لك أنت لو الناس قرأت علينا أكثر؟ نقرأ. فالناس كذا تقرأ على الحسين سلام الله عليه، ولكن مع الأنقاص لولا ضربة المسمار لما قتل الحسين سلام الله عليه. هي الأصل. مصيبة الخليفة. فهذه أريد أقول هذا المطلب يعني إحياء هذه الأمور الثلاثة في الطوائف الثلاثة. نعم هو راجح، وترك الأمور التي تنافي قداسة الوفاء والحزن والمصام على أهل البيت عليهم السلام طبعا شيء مهم، لأن هي تنافي قداسة فرح وكذا في غير الأيام، بل في الأيام بعد أيام الوفاة والحزن خسر الله سبحانه وتعالى. إيه الناس ما يدرون الناس يعرفون حتى المعاريس ناس يسمون المعاريس أي مشكلة يعني إذا ثلاثة يصير كثلاثة عشر جمادة أربعة خميس هاي ثلاثة أيام نكتفي بهذا. الله أكبر.